السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من السلسلة التعليمية حول البرنامج فلو كود النسخة 5. في هذه الحلقة هذه غادي نقوم بتقديم البرنامج، غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نعدلوا على الواجهة ديال البرنامج، غادي نتعرفوا على لي زونتري والسورتي اللي غادي نخدموا بهم خلال هذه الحلقة هذه، وغادي نتعرفوا أكثر على لي فاريابل، شنو هما لي فاريابل وشنو نقدروا نديروا بهم وشنو هما لي فونكسيون ديالهم في البروغرام، وغادي نديروا واحد لابليكاسيون ديال واحد لو بروغرام صغير او عمل تطبيقي على واحد البروغرام صغير اللي هو اليماج ديال الليل غراس ان بوطون بوسوار، والبرنامج ديال تيليريبتور اي انك دير اليماج وليتانت ديال اون ليل اترافير ان سول بوطون بوسوار على بركة الله. يعني كما كتشوفوا معنا اول واجهة كتطلع ملي كنفتحوا البروغرام هي هذه الواجهة هذه، وكيعطيك الاختيار ديال لابيس اللي غادي تخدم عليها. هناك مجموعة ديال لي بيس هنا ديال الميكرو كنترولور، حنا غادي نختارو غير بيس صغيرة حيت عندنا غير بروغرام سامبل اللي غادي نديرو ليه لابليكاسيون في هاد الحلقة هادي، مثلا 16F84. هادي هي الانترفاس او الواجهة الرئيسية ديال البرنامج. كما كتشاهدو معنا هنا كاين البانو ديال السيميلاسيون او المحاكاة، نقدرو نعدلو عليه، نقدرو نحيدو هاد الكتابة هادي، نقدرو نبدلو اللون ديال اللوحة الخلفية، نحيدو هذيك النقاط اللي كتكون في البانو ديال السيميلاسيون. يعني هاد الشيء اللي درنا دابا كيبقى اختياري لكل واحد كيفاش كيبغي يشوف البانو ديال السيميلاسيون ديالو. ثاني حاجه عندنا هاد لي فونكسيون هادو اللي هما كيشكلوا اللبنه الاساسيه ديال هاد البوليغرام او البروغرام اللي على شكل البوليغرام. ثالث حاجه عندنا هاد ليكسبلوراتور دو بروجي اللي فيه لي فاريابل اللي غادي نتعرفوا عليهم من بعد، او لي ماكرو اي لي سو بروغرام اللي غادي نخدمو بهم وسط البروغرام ان شاء الله في الحلقات القادمه. ان شاء الله اليوم غادي نكتفيو فقط تعريف بلي فاريابل اونتري سورتي بوكل او اون ديسيزيون، يعني هادو فقط هما اللي غنتعرفو عليهم في هذه الحلقه هذه، وغادي نديرو بهم واحد البروغرام اللي هو بسيط ديال اليوماج وليتانت ديال اون ليد اترافير ان بوطون بوسوار. اول حاجه كنبداو بها هي كنحطو في البانو ديال السيميلاسيون لي زونتري ولي سورتي اللي غادي نخدمو بهم. حنا غادي نحتاجو فقط ان بوطون بوسوار، اون ليد. في الاول فاش كنخرجو هاد لونطري هذا كنخرجو هاد السويتش كيكون على هاد الشكل هذا، ولكن نقدرو نكليكيو باليمن وندخلو البروبريتي اكستيريور ونديرو لو تيب بوطون بوسوار والفونكسيونمون نديرو مومونطاني، اي انك ان هاد بوطون بوسوار غادي يرجع للحاله ديالو ملي غادي نغولاشيو. ثاني حاجه غادي نقومو بها هي نختارو لي بور ولي بيت اللي غادي تبرونشيو فيهم هاد لي زونطري ولي سورتي. كنختارو هنا كليك دروا كونيكسيون، وكنختارو فين غادي نبرونشيو هاد البوطون بوسوار ولا لي. بالنسبه للبوطون بوسوار غادي نديرو في البور ا في البيت 0، بالنسبه لا لي غادي نبدلوها في البور بي في البيت 0. لكم واسع الاختيار بالنسبه للكونيكسيون ديال هاد لي كومبوزو هادو، كل واحد يقدر يدير في لي بيت اللي بغا، غير هو خصك تحترم هاد الكونيكسيون اللي درتي خلال هاد البروغرام هذا. يعني فاش تكون كتبروغرامي في لي زونتري سورتي وسط البوليغرام دير لي ميم كونيكسيون اللي درتي في البانو ديال السيمولاسيون. بسم الله نبداو البروغرام. اول شيء غادي نبداو به هو البوكل. هاد البوكل كتسمح لينا بان البروغرام يبقى يتعاود على انفيني، يعني طونكو ان غادي البروغرام يبقى يتعاود على حسب الفريكونس ديال الميكرو كنترولور. ثاني حاجه غادي نقومو بها هي غادي نخرجو لونطري. باش تخرج هاد الكومبوزو هذا الوسط البروغرام غادي تكليكي عليه وتبقى مجلسي هنا حتى تورك حتى تدخلو البروغرام هنا وتغولاشي لا سوري، غادي تلقاه دخل في وسط البروغرام. وغادي نديرو بروغراماسيون ديال هاد لونطري هذا على حساب هاد البوطون بوسوار اللي درنا ليه لا كونيكسيون في البور ا بيت 0 بيت 0 بور ا. واهم حاجه غادي نقومو بها بالنسبه لهاد البروغراماسيون هي اننا غادي نديرو ليطا ديال هاد البوطون بوسوار في اون فاريابل دو تيب بوليان، يعني عندها دو زيطا اما 0 اما 1. ايطا 1 يعني راه حنا كليكين على البوطون بوسوار، ايطا 0 يعني حنا ما مكليكينش على البوطون بوسوار. باش نديرو هاد القضية هادي عندنا جوج اختيارات، اما نكليكو من هنا اولا نكليكو
نخرجوا من هنا ونكليكيو في هذه الفاريابل هذه ونديروا اجوتي نوفو ونسميوها بالسميه اللي بغينا غنسميها بي بي ونختاروا تيب بوليان يعني اما واحد اما زيرو فالور انيسيال سي با لا بين ما نحتاجوش حيت غادي تاخذ ليطا ديال البوطون بو صور يعني الا كنا موركين عليه غادي تاخذ واحد الا كنا مرولاشينو غادي تاخذ زيرو كليكيو اوكي وغادي نعاودو ندخلو هنا نخليو البيت زيرو فور ا وغادي بلاصه هاد الزيرو هذا اللي هنا غادي نكتبو بوطون بو صور يعني هاد لا فاريابل اللي درنا هنا ونقدروا نختاروها اطرافير هاد لا فليش هادي ونمشيو للبوطون بو صور كليكيو دو فوا اوكي الان برمجنا هاد لونطري هادي على حساب انها دير نفس لا كونيكسيون مع هاد البوطون بوسوار اللي في بانو دو سيمولاسيون. ثاني حاجه غادي نديرو اون ديسيزيون. هاد ديسيزيون كتسمح لينا بان نديرو لاكسيون على حساب ليطا ديال البوطون بوسوار يعني سي لو بوطون بوسوار اكتيف اشنو غادي يطرى هنا سي لو بوطون بوسوار نو اكتيف اشنو غادي يطرى حنا في حاله الا كان البوطون بوسوار اكتيف غادي نديرو اون سورتي اللي سبق لينا درناها في بور بي في بيتش انيك زيرو اللي هي لا ليد وغادي نعطيوها لا فالور اه يعني في حاله الا كان بوطون بوسوار سي بي بي وي لا سورتي بي لا سورتي اللي درناها في بور بي في بيتش انيك زيرو غادي تاخذ واحد سينو غادي نكليكيو هنا كوبي ونكليكيو هنا تيبان لينا الفليش هاد الفليش صغيره في البلاصه اللي بغينا نكليكيو فيها ونكليكيو كولي غادي تعاود نفس لا سورتي ولكن غادي نبدلو ليطا ديالها غادي تاخد لا فالور زيرو يعني البروغرام هو سامبل الا كنا مكليكين على البوطون بوسوار سي بي بي وي لا سورتي غتاخد ان سي نو لا سورتي غتاخد زيرو وغادي نشوفو الان لا سيمولاسيون ديال البروغرام اللي درنا بلاي كما كتشوفوا بوطون بوسوار اكتيف لا ليد اليمي بوطون بوسوار نو اكتيف لا ليد ايتانت الان درنا بروغرام ديال سامبل اليماج اترافير ان بوطون بوسوار كيفاش نقدروا نحولوا هذا البروغرام هذا البروغرام ديال تيلي ريبتور البروغرام ديال تيلي ريبتور شنو هو هو التحكم بليد بليطا ديال ليد اترافير ان بوطون بوسوار ولكن ملي يكون البوطون بوسوار اكتيف وترولاشا تشعل البولا اي تاكتيفا الليد ملي كليكو عاوتاني على بوطون بوسوار ورولاشيو طفى لا ليد يعني ميم بوطون بوسوار كيطفي وكيشعل ولكن مع فرون مونطون او لا ديسوندون كيفاش هاد القضيه غادي نبدلو هاد البروغرام نديرو عليه واحد بوتيت موديفيكاسيون غادي نزيدو اون فاريابل هنا غادي نسميوها ايطا يعني هاد لا فاريابل غادي تاخد ليطا ديال الليل اما اكتيف اما نو اكتيف يعني غتكون حتى هي دو تيب بولين وغادي نمشيو نديرو واحد الموديفيكاسيون غادي نخرجو هاد لي سورتي هادو غادي نحيو وحده فيهم وغادي نخرجوها على برا وحده نحيوها وحده نخرجوها على برا الى كان بوطون بوسوار اكتيف وي غادي نزيدو اون اوتر ديسيزيون وغادي نديرو فيها سي هيطا كتساوي واحد او لا كتساوي زيرو ولكن في لا ديسيزيون غادي نقلبوها مثلا الا كانت كتساوي واحد غادي تولي تساوي زيرو الا كانت كتساوي زيرو غادي تولي تساوي واحد كيفاش غنديرو هاد القضيه اترافير هاد لا فونكسيون كالكول غادي نزيدو هاد الفونكسيون كالكول هنا وغادي ندير ليها كوبي وغادي ندير ليها كولي في هاد المكان هذا غادي نكليكيو هنا ايطا ايغال ا زيرو ايطا ايغال ا سي ايطا ايغال ا وي ليطا غادي تولي تساوي زيرو سي ليطا ايغال ا زيرو وي نو غادي تولي تساوي ا وهنا في هاد البور بي بيت اونيك زيرو اللي سبق لنا كنا كنديرو فيه غير دي فالور اما زيرو اما ا غادي نديرو فيه ليطا ديال هاديك لا فاريابل اللي درنا قبيله اللي كي اجي على البوطون بوسوار غادي نكتبو ايطا هنا
وغادي نشوفوا البروغرام ديالنا اشنو داير. من الاحسن اننا نديروا واحد لينيسياليزاسيون يعني فالور انيسيال ديال هاد لا فاريابل ديالنا ديال ليطا ديال ليل باش ما يكون عندنا حتى مشكل في لا سيمولاسيون. ونكليكو بلاي ونشوف كما كتشوفوا ملي كنوركوا على البوطون بوسوار لا ليل كتطفى وكتشعل كما بغينا حنا، ولكن عندنا واحد المشكل هي ان هاد لا ليماج و ليتان ديال لا ليل ما كنتحكموش فيه، يعني كدوز بالسرعه ديال الفونكسيونمون ديال البروغرام اولا بالسرعه ديال البوكل. باش نقومو بهاد الفريناج ديال هاد العمليه هادي غادي نزيدو اون ديسيزيون، نحبسو لا سيمولاسيون غادي نزيدو اون ديسيزيون هنا ونكوبيو نفس لونطري اللي درنا في الاول كونترول سي كليكيو هنا كونترول في وغادي نديرو سي بي بي نفس لا فاريابل ديال البوطون بوسوار سي بي بي وي. اشنو غادي يطرا؟ غادي نروح نديرو واحد لو بوان جونكسيون هنا، يعني فحال غادي نديرو التحديد ديال هذا الموقع هذا، وهنا غادي نديرو الرجوع ديال هذاك الموقع اللي حددنا، يعني غندير واحد بوان جونكسيون و الا كان البوطون بوسوار مازال اكتيف غادي تبقى يرجع لينا لهذوك هذاك البوان جونكسيون اللي درنا هنا، يعني طونك لو بوطون بوسوار اي اكتيف غادي يبقى يرجع ديما لهذا البوان جونكسيون حتى يترولاش البوطون بوسوار عاد غادي يدوز من هاد الجهه هذه وغادي يمشي يدير لنا ليطا ديال لي سواء كانت واحد سواء كان زيرو. كليكيو على بلاي ونشوفو فوالا، يعني واخا كنبقاو اكتيفين البوطون بوسوار ما كتبدلش ليطا ديال الليل حتى كنرولاشي. هادي افرون ديسوندون، يعني حتى كتكليكي على البوطون بوسوار وترولاشي عاد كتلقى ليطا ديالك. بغينا نديرو افرون مونطون، يعني مع كليك ديال البوطون بوسوار كيكفينا فقط ان نحولو هاد لاصورتي هادي من هنا نديروها لقبل هذاك البوكل اللي درنا صغير هذاك الميني بوكل اولا هذيك الميني بوكل اللي درنا قبل هاد لو بون جونكسيون و الرجوع ديال البون جونكسيون نديرو قبل من هاد الصورتي هادي وغادي تاكتيف ليطا ديالها قبل ما تدخل في هذاك الميني بوكل وتبقى تما حتى رولاشي البوطون بوسوار. يعني بلي كما كتشوفوا فرون مونطون، يعني ليطا ديال لا ليت كتبدل مع الكليك ديال البوطون بوسوار ما كنتسناوش حتى يترولاش. كما شفتو معنا درنا دو بروغرام سامبل اللي هما اليماج سامبل ديال اون ليد و بروغرام ديال تيلي ريبتور اترافير لالغوليغرام. الان غادي نمرو لا سيمولاسيون في لوجيسيال ايزيس. باش نديرو لا سيمولاسيون كنحلو اولا الواجهه ديال البرنامج اللي هي على الشكل التالي، هادي لا فيرسيون 7 ديال بروتوز ايزيس، كنكليكيو هنا دو فوا و كنمشيو نبداو نخرجو في لي كومبوزون 16F84 نفس لابيس اللي درنا فلو كود. عندنا ثاني بوطون بوسوار هنا سميتو بوش باتن، غادي نحتاجو ايضا ان ريزيستانس غادي نتعرفو علاش ريزيستور و غنمشيو ريزيستانس سامبل جينيريك ريزيستور سامبل. ثاني حاجه غادي نحتاجو اون ليد بنامبورت كيل كولور، يعني نقدر نختار اللون اللي بغينا. اول حاجه نكليكيو هنا نكليكيو وسط هاد الزون ديال السيمولاسيون ومن نخرجو في لي كومبوزون ديالنا ونديرو ليهم لا كونيكسيون في لي ميم بيت في لي ميم بور اللي درناهم قبيله في فلو كود باش ما يكون عندنا حتى مشكل في لا سيمولاسيون يكون البروغرام صحيح. كنا درنا البوطون في البور ا ولا ليت في البور بي، لا ليت غادي نبرونشيو مع البور بي بيت زيرو والبوطون بوسوار غادي نبرونشيو مع بور ا بيت زيرو. بالنسبة للريزيستانس علاش احتاجيناها؟ باش ميكونش هناك واحد الكور سيركوي ملي نرولاشيو البوطون بوسوار، يعني هاد الريزيستانس هادي غادي ندير واحد لوريونتاسيون هنا غادي نديروها هنا وغادي نديرو نفس الكونيكسيون مع هاد البور هدا وغادي نديروها في لاماس. هنا
نعطيوها 1 كيلو اوم. يعني هنا هاد لا ريزيستانس هادي هي اللي غدير لنا دير لنا لا سيميلاسيون ديال لي دو زيطا اللي كاينين في لو بوطون بوسوار. الى كليكينا على البوطون بوسوار غادي ياخذ ليطا ديال بلس في سي سي او 5 فولت يعني البوزيتيف اللي هو 1. الى درنا لا لاش ديال البوطون بوسوار غادي ياخذ لينا لا ماس اترافير هاد لي ريزيستانس هادي اللي كتجنبنا اننا نوقعوا في واحد الكور سيركوي ملي يكون البوطون بوسوار مأكتيفي، اي ملي دوس بلس في سي سي اترافير هاد البوطون بوسوار البورا. نديرو لا ماس لا ليد الكاطود. من بعد ما سالينا من البرونشمون ديال لي كومبوزون في ايزيس غادي نمشيو في لوكود وغادي نديرو لونجيسترمون ديال البروغرام اللي درنا. مثلا غادي نديرو فان دوسي في البيرو غادي نسميو تيلي ريبتور بالاحسن انكم ديروا دوسي فاش تبغوا تسجلوا البروغرام ديالكم. علاش؟ حيت من اللي غنبغيو نديروا الكومبيلاسيون كونفيرتيسمون البروغرام اون اكزاديسيمال ملي نخرج لي فيشي ديالو اون سي اون اسامبلور اون اكزاديسيمال كيكون واحد المجموعه من لي فيشي بلس دوك لي فيشي ديال موديفيكاسيون طومبورير اللي درنا. يعني غادي يكون واحد المجموعه من لي فيشي من احسنكم انكم تجمعوهم في واحد الدوسي باش داكشي يبقى مرتب. انجستري نديروا لا كومبيلاسيون اترافير هاد لو بوطون هذا كومبيلي اون اكزاديسيمال. نتسنى البروغرام حتى يدير لا كومبيلاسيون ديالو ونرجعو باش نديرو لا سيميلاسيون في ايزيس. يعني كيما كتشوفو لا كومبيلاسيون كملات. الى مشينا للدوسي اللي كرينا في البيرو سميناه تيلي ريبتور غادي نلقاو فيشي اون اسامبلور فيشي اون سي واللي عندنا فيه الغرض في ايزيس هو هاد الفيشي اون اكزاديسيمال. غادي نمشيو لايزيس كليكيو دو فوا على الميكرو كونترولور نمشيو لهاد البروغرام فايل كليكيو على هاد الدوسي هذا ونمشيو للميم دوسي اللي كرينا في البيرو فلو كود جوج اكزاديسيمال ونكليكيو اوكي ونبداو لا سيميلاسيون. كما كتشوفوا اون كليكو كتبدل ليطا ديال ليد ما كنتسناوش حتى يترو لاش البوطون بوسوار. الى مشينا ودرنا الموديفيكاسيون هنا رجعنا الحاله اللي كانت السابقه يعني حتى الفرون ديسوندون درنا لا كومبيلاسيون غادي نمشيو بلا ما نحتاجو اننا ندخلو نعاودو نفس العمليه البروغرام غادي تلقاوه ديجا داخل الميكرو كونترولور. باش نشوفو نتاكدو غادي نكليكيو على بلاي كما شفنا كليكينا ولكن ما تبدلاش ليطا ديال ليد حتى غنرو لاشيو البوطون بوسوار عاد غادي تاخد لا ليد ليطا جديده حتى الفرون ديسون. كما كتشوفو هاد الالوان الحمراء والزرقاء كتمثل لينا بلس في سي سي و جي ان دي اي لا ماس. يعني هاد لا ريزيستانس اللي درنا هنا كتفادى ان هاد بلس في سي سي تكون اون كونتاكت ديريكت مع هاد لا ماس هادي اللي كتعطينا ليطا ديال الزيرو في هاد بيت زيرو بور ا. كان هذا كل شيء بالنسبة لحلقة اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في الحلقة القادمة. ما تنساوش انكم ديروا ابوني لاشين ديالنا في يوتيوب وجيم لاباج ديالنا في فيسبوك. شكرا والى اللقاء.